بس تجيبوا الرسالة. اعطيها على التليفون. تجيب الرسالة مش هيك؟ خلص خلص الرسالة. لا هي على لا الصورة أهم من الصورة. التكليف. يشرفني قبول تكليفكم لي رئيسا لوزراء حكومتكم التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من له علاقة من فصائل منظمة التحرير وقوى وفعاليات وطنية ومدنية ومجتمعية ومن ثمها عرضها عليكم للإقرار والمصادقة. ويشرفني أن أقبل هذا التكليف باسم حركة فتح حامية مشروعنا الوطني وصاحبة المبادرة والواقعية السياسية والمدافع عن القرار المستقل ورائدة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذه الحكومة حكومة انفصالية ووصفة لترسيخ الانقسام وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بالكامل، ولن تخدم مصالح شعبنا. حركة حماس لا تعترف بهذه الحكومة ولن تعطيها غطاء شرعي ولا غطاء وطني كونها جاءت خارج التوافق والإطار الوطني الفلسطيني. المدخل السليم لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. أما استنساخ أجسام انفصالية بهذه الطريقة هذا سوف يعزز الانقسام ويزيد من أزمات قطاع غزة وأزمات الشعب الفلسطيني. لا فترة القمة هو بنرجع في مصر؟ لا في تونس.